قطار الأوروبا ليج قطع مشوارا طويلا ليحط الرحال في المحطة النهائية بالعاصمة البولونية فارسوفيا. قطار تخلى عن كبار القارة العجوز في أعز أيام الشتاء، كبار تاريخ لم ترحمهم سكك الحاضر، لكن نادي إشبيليا الأندلسي بقي وفيا للرحلة منذ الموسم الماضي، وسينشط النهائي الثاني على التوالي أمام دنيبرو الأوكراني على أرضية هذا الملعب الرائع، الملعب الوطني لفارسوفيا. النهائي الرابع والأربعون لمنافسة الأوروبا ليج. الاتحاد الأوروبي سابقا لقب بالنهائي المفاجأة، سيكشف عن عريس ثاني أقوى المنافسات الأوروبية للأندية مساء الأربعاء بداية من الثامنة إلى ربع، أين سيدخل إشبيليا حامل اللقب بمعنويات في السحاب قد تكسو جو بولونيا الغائم، خاصة بعد الفوز في الدربي الأندلسي أمام مالاغا لحساب آخر جولات الليغا. أشبال المدرب أوناي إيمري قد يدخلون التاريخ من أوسع الأبواب، بما أنهم قد يتوجون باللقب الرابع في آخر تسع سنوات، وقد يتخطى النادي الأحمر والأبيض أندية عملاقة سبقت إشبيليا إلى هذه المحطة مثل الإنتر، اليوفي وليفربول. ولكن خبرة الأندلسيين ستصطدم بإرادة الأوكرانيين، إرادة تتولد حتما عن اللعب قرب الديار، كما أن نادي دنيبرو سيخوض أول نهائي أوروبي في تاريخه، وهو أيضا الذي لم يتوج بأي لقب منذ سنة 1989. تعطش يدرك الإسبان جيدا القوة التي قد تنتج عنه، وهي القوة التي أقصت العملاق الإيطالي نابولي في المحطة ما قبل الأخيرة. الأرقام تقف إذن في صف أشبال إيمري الذين أمتعوا في هذه الدورة محققين 14 انتصارا مقابل خسارة واحدة فقط ومسجلين 26 هدفا. أما أشبال المدرب ميرو ماركوفيتش فقد حصدوا 6 انتصارات وخسروا 4 مرات وسجلوا 13 هدفا فقط، ولكنهم أيضا قد يسيرون على خطى الأندية الأوكرانية التي لم يسبق لها وأن خسرت نهائيا أوروبيا من أصل 3 نهائيات. ولكن هذه الأرقام لم تعترف بها كرة القدم يوما، ولن تعترف بها، ومنطق الميدان سيكون الفيصل الوحيد. فلمن ستعود الكلمة الأخيرة؟ وما الذي سيختاره قطار الأوروبا ليج في رحلة الصيف بين أزرق كرواتيا وبردها وأحمر إسبانيا ودفئها؟